ابن اليوم التوازن مكان وحده منفرد من هذا المكان يشرب حقه بتسديدة قوية. المدافعين وصل فكرته للملاعبية واللاعبين. نعم اتفق معك عصام، اعتقد ان المدرب اخطا في خياراته لهذه المباراة، ولذلك على المدرب ان يعيد ترتيب اوراقه من اجل ان يعيد فريقه للواجهة. مجريات اللعبة أصبحت سهلة للتوقع للأمانة بهذا الفارق. استحوذوا على الكرة في منتصف الملعب. دفاع أمامه يسدد ولا أروع أيها العرب. تمريرة مبكرة. من هذه المسافة يحاول يسجل جول، كرة في الجول. كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. في مكان مناسب للتمرير والفرصة ما يضيعهاش. تدخل المدافع. كرة مميزة إلى العرض. تحكم ممتاز من الحارس. حارس المرمى الكرة عنده. في رأي المدافع اضطرب وارتبك واستعمل يديه، كان أقل التركيز لأنه شوف المكان بتاع المخالفة خطير وقريب جدا. ممكن نستناه هدف الآن عبد الله، ممكن ننتظر هدف عصام. هذا من جانب، الجانب الآخر أنا لا أعلم لماذا المدافع لا يكون عنده سرعة ردة فعل ويلعب الكرة براسه بدل ما يستخدم يده. شكل الإصابة فيها تمزق عضلي، أكيد لن يقوم المباراة إذا you.